معايا عبر الهاتف كابتننا الكبير، واحد من افضل مدافعي الكره المصريه على مر التاريخ، الكابتن الكبير كابتن سمير كمونه. يا كابتن سمير، مشرف ومنور، صباح الفل عليك. صباح الفل يا كيم، وانت اللي مشرف ومنور مكانك يا حبيبي، متالق دايما حبيبي يا كابتن سمير، مشرفني ومنورني. انا كنت بتكلم دلوقتي على منتخبنا الوطني مواجهه المنتخب الاثيوبي، ايه المنتخب المفروض يعمله في مواجهه المنتخب الاثيوبي، يستفيد من ايه في مباراه المنتخب الغيني؟ وانا اتحدث تحديدا عن الكابتن ايهاب جلال. اولا خلينا نقول مبروك المباراه الاولى طبعا قدام غينيا، وبدايه مكسب، لكن اداء في تحفظ شويه، ومصر كلها بتتكلم، كل النقاد والرياضيين واللعيبه بنقول الاداء عندنا لعيبه، وعندنا طبعا منتخب يقدر هو يقدم مستوى فني على اعلى مستوى او افضل من كده. طبيعي جدا ان انا بتكلم على كابتن ايهاب، مدرب كويس، واختيارات طبعا مجلس اداره اتحاد كره القدم، ان هو كان يعني من افضل الناس الموجودين في الساحه المصريه كمدرب مصري، يستعينوا بالفتره دي. ان شاء الله كل التوفيق ليه كبدايه. خمس ايام برضو مش كافيين ان انا احط بصمات كلها، صح، طريقه اللعب، واقدر ان انا اسيطر على بعض اللاعبين في الملعب بلغه الكوره يعني، صح. لكن طبعا مرحله وعديت الاولى، مش هيقدم افضل حاجه عنده ولا لعيبه هتقدم افضل حاجه عندها، ده طبيعي جدا، صح. لكن والطبيعي ان احنا نبقى افضل من كده. احنا طبعا لو قارنت منتخب غينيا ومنتخب مصر، لا احنا الافضل في حاجات كتير قوي، حس اللاعبين والتاريخ وكل حاجه. لكن تتكلم في مباراه اثيوبيا ان شاء الله بكره بس بالمناسبه كابتن سمير، المنتخب الغيني اللي احنا واجهناه ده عنده ثلاث لاعبين في وسط الملعب، واحد بيلعب في فالنسيا، واحد بيلعب في روما، واحد بيلعب في ليفربول. لا لعيبه قويه جدا ومحترفين، عندهم حوالي يمكن اكثر من 15 محترف، صح صح. وفي انديه كبيره يعني، نبي كيتا مع صلاح في طبعا ليفربول، مظبوط، لعيب مؤثر، وبقيه المجموعه اللي معاهم يعني مجموعه يعني قويه جدا. لكن برضه في نفس الوقت هنتكلم ان احنا الافضل، احنا واخدين افريقيا 7 مرات، عندنا محمد صلاح، وعندنا تريزيجيه، وصلاح محمد، ومرموش، ونني، وكل الناس المحترفين اللي احنا يعني بنعتمد عليهم يعني في المنتخب. لكن ما بنقللش طبعا من منتخب غينيا، صح، لكن بنقول ان احنا الافضل، صحيح. هم منتخب قوي وكل حاجه، لكن احنا الافضل، كنا المفروض نبقى افضل من كده، واللعيبه تكون عندها روح اكتر من كده، روح روح، صح. دي نقطه مهمه جدا، الروح كانت هاديه، والامور كانت يعني ممكن يكون عشان اول مباراه طبعا بتبقى يعني، بنلتمس العذر من المدير الفني واللعيبه، ان مفيش تاقلم عن طريقه اللعب والوقت ضيق، ماشي. لكن بتتكلم بقى في مباراه اثيوبيا، خلاص انت تاني معسكر ليك، حفظت اللعيبه، وانت اصلا كنت حافظها وعارف بيلعبوا في الدوري المصري بطريقه ايه، وبيلعبوا يعني معظم، هو كابتن طلع قال لك طريقه الدوري المصري مش هي الطريقه انا هلعب بيها، صح. ماشي، 4-4-2-3-1 معظم الفرق، او 95% بيلعبوا بالطريقه دي، وانت عارف اللعيبه وتقدر تاقلمهم على طريقتك اللي انت هتعتمد عليها، او اللي لعبت بيها ماتش غينيا هتلعب بيها ماتش اثيوبيا، الله اعلم، 4-3-3. ليها متطلبات من لعيبه معينه، لكن في بوزيشن لازم انت تعتمد عليه، اللي هو راس حربه صريح زي مصطفى محمد، ما ينفعش، ده وجهه نظري يعني، ما ينفعش ان مرموش يلعب راس حربه صريح، ممكن يكون بيلعب في البونز ليجا في شتوتغارت في المانيا في المكان ده على فترات، لكن هو طول عمرنا عارفين ان هو جناح او شادو سترايكر، بيجي من تحت ويقدر ان هو يعمل اضافه للهجوم. لكن لما نزلت مصطفى محمد قدرت ان انت تعمل شكل هجومي على اعلى مستوى، وقدر ان هو يجيب جون، دي طبعا وجهه نظره وهو ادرى بيها. لكن بتتكلم في مباراه اثيوبيا بقى، مباراه بقى خارج ملعبك وجو حر، تلعب بالنهار، لازم طريقه لعبه معينه يكون فيه هدوء اعصاب. انا عايز اقول لك حاجه بس يا كابتن سمير، بالمناسبه يعني الجو هيبقى حلو جدا، لدرجه الحراره 17-18، ده احلى من القاهره كمان، ما فيش رطوبه يعني، لا الجو هناك حلو قوي. طب كويس، هو ده دخلت الشتاء عليهم في ملاوي، ده خلاص حلو. يعني هيلعبوا في جو كوره حلوه قوي كمان، ملاوي برضه طبعا، لو انت زي ما بتقول يا كريم جو حلو هيبقى في مصلحتنا، احنا متعود على الجو اللي فيه درجه حراره اقل، جو مصر بيبقى حلو، لكن مطلوب من اللعيبه ان هي تركز تركيز طول 90 دقيقه. طيب انت عايز نلعب 4-3-3 ولا 4-2-3-1؟ يعني نلعب بصانع العاب في المباراه ديت، ولا تلعب برضو بثلاثه في نص الملعب؟
ما هو كابتن ايهاب هو عايز يلعب بايه؟ انا هقول زي ما انا عايز، وكل واحد له وجهه نظر في ما هو انت برضو راي حضرتك، انت بتتكلم في كابتن كبير، وفي النهايه طبعا زي ما انت بتقول الكابتن ايهاب جلال هو حر يعمل اللي هو عايزه، بس انت بالظبط. رايك الافضل لمنتخبنا ايه؟ هو تملي كريم بيبقى التحليل بيبقى دي وجهات نظر، طبعا لكن ما بتبقاش فرضا على حد. اكيد بالظبط. اكيد يعني سواء في المنتخب او مستوى الانديه كلنا في ظهر المنتخب، مية نتمنى في المية التوفيق لكابتن ايهاب باذن الله ان هو يفوز، لكن بتتكلم في الطريقه الانسب للمباراه دي. كل مباراه ليها طريقتها، وكل مباراه ليها لعبتها. انت بتلعب بره ملعبك عايز تكسب عشان تامن نفسك وتتصدر المجموعه، وهتلاعب فرقه برضو مش سهله، وهم ليهم برضو دوافع وليهم طبعا طموح وعايزين يكسبوا. واحنا كمنتخب مصر كابتن ايهاب ممكن لو فكر لعب بطريقه 4 2 3 1 اللي هي ممكن تفيد المنتخب على حسب امكانيات اللعيبه. والمباراه دي بالذات ان انت تملي محتاجين حد يشغل التلت الهجومي، بمعنى ان انت تلعب بواحد رقم 10. يعني ممكن قفشه يقوم بالدور، زيزو يقوم بالدور، يعني هتساعدك كتير قوي في النواحي الفنيه والاختراقات والناس اللي جايه من ورا وهتشغل الاطراف. لكن طبعا كان في حاجات في الماتش الاولاني ما كانش فيه مسانده من الباكين اللي على الاطراف، يعني بنتكلم في عمر جابر، وايمن اشرف والناحيه الثانيه مثلا ايمن اشرف ايمن اشرف كانش فيه زياده عدديه هجوميه ويستغلوا الكروس اوفر، يعني برضو كانت غايبه عن المنتخب شويه. لكن لازم ننفذها في المباراه دي، ولازم نعمل كثافه هجوميه عشان نقدر نكسب المنتخب الاثيوبي. فالطريقه اللي انا بقول لك عليها كريم هي تتناسب مع امكانيات لاعبتنا احنا. ان انت بيبقى عندك واحد زي قفشه مثلا بيعرف يدوس على الكوره، بيبص لقدام، بيعمل اسيست، بيعرف يشوط فاولات، بيعرف يجيب جون، وابتدى يرجع لجزء كبير من مستواه اللي هو افتقده الفتره اللي فاتت. عدم مشاركته مع النادي الاهلي بصفه مستمره اثرت عليه، واستبعاده من المنتخب على فترات مع كيروش. صحيح. لكن دلوقتي انا بتكلم على لعيب مؤثر في المكان ده، نقدر نستفيد منه الفتره اللي جايه ان هو يبقى اضافه للامور الفنيه مع مثلا مصطفى محمد لو بدا، مع مرموش، مع زيزو. كل دي برضو يعني حاجات وحلول عندك ان انت تقدر تستغلها. مش حابب تشوف احمد عاطف اساسي في المباراه القادمه جدا اثيوبيا؟ جدا حابب. كويس وقوي، فايتر على الجون وسريع وعايز فرصه، لان كلنا خدنا الفرصه من الماتشات دي. صح. يعني هنشوفه امتى؟ ماتش ودي مفيش ماتشات وديه. ماتش رسمي في المجموعه بتاعتك اقدر استعين بيه، حتى لو نص ساعه مثلا ولا حاجه كفرود مكان لو مصطفى محمد بدا اقدر اشوفه واقيمه، لان التقييم هو اساس اللعبه، وان انا اقدر اقول للاعيب ده هيبقى دولي ولا لسه شويه، او مش هينفع يبقى دولي او محلي بس، لا انا غلطان ان انا اخترته، لا انا موفق في اختياراتي، اقدر ان انا اعتمد عليه بس على فترات. فده لعيب مؤثر جدا، وشفناه في الدوري مع كابتن علي ماهر فيوتشر، قدر ان هو يعمل بصمه في فتره قصيره. فهو خامه كويسه، لكن اقدر ان انا اطوره من اللعب المحلي للعب الدولي. وطبعا اتمنى طبعا في المستقبل ان رفعت ياخد فرصه، انه لعيب هايل ويقدم مستويات كويسه جدا في المنتخب وفي الدوري اخر فتراته. بتتكلم عن ابراهيم عادل، لعيب كويس جدا وصغير في السن، اللي الاحلال والتجديد مطلوب يا كريم كل فتره. طيب فدي مطلوبه جدا. بعد ما كنت بعد ما خسرنا في كاس الامم الافريقيه النهائي، وبعد ما صعدناش لكاس العالم، كلنا بنطلع نقول احنا محتاجين نطور الكره المصريه، محتاجين نطور الكره المصريه. بعد ما الامور بتهدى وتبرد ونخش في مرحله جديده، بننسى اصلا فكره التطوير ده. من وجهه نظرك تحديدا، وحاجه احنا تقريبا بنقعد نندق عليها من سنين، يعني موضوع انه يبقى عندنا لاعبين محترفين كتير في اوروبا، وانت من الاسماء اللي احترفت في اوروبا وحققت نجاحات، امتى نشوف عندنا مجموعه لاعبين كده زي كوت ديفوار والسنغال والناس دي، اكتر من 100 لاعب في اوروبا، ونختار منهم وتبقى الدنيا الطف ونضمن احتكاكات قويه مع الفرق دي؟ اولا نحافظ على المحترفين اللي هم بيلعبوا في الخارج دلوقتي مبدئيا، حافظ عليهم. اها. حافظ عليهم ان احنا ما نهاجمهمش رقم واحد. الناس دي هناك في انجلترا وفي المانيا وفي تركيا، وكل الناس المحترفين
هم يا جماعه مش سامعيننا ولا شايفيننا. هم ليهم مدرسه خاصه وليهم اسلوب وطريقه لعب واتموسفير معين واكل معين، وانت عارف النظام بتاع الاحتراف مختلف تماما. انا اقدر اتكلم فيها ان انا عاصرت وقعدت فتره في المانيا وفي تركيا، فعارف الاجواء هناك عامله ازاي. لازم اولا يا كريم احافظ على اللعيبه المحترفين، ان هم بياخدوا افضل تمرين وبياخدوا افضل مباريات وافضل بطولات، واخد بالك؟ فانت هنا بتيجي الناس، بعض الناس مش كلهم، بيهدموا الناس دي، بيهدموا اللعيبه النجوم اللي احنا بنشرب بيهم زي محمد صلاح، واخد بالك؟ انا هكلمك بس وهكمل كلامي معاك في نقطه مهمه جدا. انا مثلا مشكله زي بتاعت محمد صلاح اللي عاملين عليها قلق في السوشيال ميديا دلوقتي، ان محمد صلاح سافر وبيصيف وبيعمل، يا جماعه في حاجه اسمها وقت للراحه، بيبقى في اتفاق مثلا مع يورجن كلوب، الكابتن ايهاب او كيروش او كابتن حسين البدري او كابتن شوقي غريب او كابتن جوهري او كابتن حسن شحاته مع الناس دي عشان فتره راحه. ما ينفعش محمد صلاح يلعب طول السنه ويلده بسنتين في بعض. صح. في وقت معين بياخده بيريح العضلات من ثلاث اسابيع لاسبوعين، يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع لازم ياخد راحه سلبيه. فهو الراجل جه ولعب وممكن يكون حاسس بشد شويه، لكن يا جماعه الناس دي لازم يعني في الدراسات اصلا، في لو قعدت تتكلم في حاجات كتير قوي في الكوره هتقول ان في الكتب ان اللعيب لازم يريح من اسبوعين لثلاث اسابيع. صح. على الاقل لو ده في اوروبا كمان. صح. ان انت عشان ترجع كومباك تاني. صح. تقدر ان انت عضلاتك تكون مستريحه وما تتعورش. الناس دي لازم تفهم كده، ما تكتبش اي كلام من غير ما تعرف انت بتقول ايه. صحيح. بس فانا انا الدوري المصري لازم يبقى اقوى من كده. اللعيبه تشد حيلها، اللعيبه تركز في المنتخب، لان ما حدش بيحترف، معظم اللعيبه اللي بتحترف في انديه كويسه بتحترف من خلال المنتخب. فنصيحه لكل اللعيبه اللي موجودين في منتخب مصر، قدم افضل حاجه عندك عشان تحترف، ونحافظ على المحترفين بتوعنا ان هم بدل ما يبقوا 3 4 لا يبقى 10 15. احنا بوركينا فاسو سنه 98 التيم كله احترف، حتى كمان عبد الظاهر السقا لما يوسف اتعور ودخل مكانه احترف. صح. يعني انت بتتكلم في تيم كله، يعني تيم كامل احترف. صحيح. فاحنا لما بنحافظ على لاعبتنا ونحافظ على الاسلوب في طريقه التعامل على السوشيال ميديا، ان احنا نحافظ على اللعيبه دي ونحافظ على النجوم بتاعتنا كده، هتساعدك وهيبقى حاجه ايجابيه للمنتخب. عظيم. كل اللعيبه تشد حيلها في المنتخب، تعمل اقصى حاجه عندها عشان تحترف ان شاء فبالتالي الله. هيبقى عندك كم كبير قوي زي السنغال زي ما انت بتقول، والكاميرون ونيجيريا طبعا وفرق ومنتخبات شمال افريقيا. صحيح. كابتن الكبير كابتن سمير كمونه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.